فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ثبت في السنة أنه يستحب للإمام في الصلاة السرية أن يسمع من خلفه شيئا من قراءته؟ لا، يباح له إباحة إلا إذا كانوا يجهلون قراءة الفاتحة فيجهر بها من أجل أن ينبههم على قراءتها في السرية. نعم. ويقول حفظك الله: وهل هذا الأمر، أو كانوا يجهلون التسبيح في الركوع والسجود يجهر به ليعلمهم، لا بأس. نعم. ويقول: وهل هذا الأمر خاص بالإمام أم يشمل المأموم أيضا، فله أن يرفع صوته أحيانا ببعض الآيات؟ هذا ما ورد إلا للإمام، ما ورد إلا للإمام. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.